مساء الخير يا اعزائي المشاهدين، واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من لمتنا الحلوه. معايا النهارده في اللمه الحلوه مروه، ومعايا ساره. اهلا بيك يا مروه. اهلا يا ساره، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. حلقتنا النهارده هتكون مكمله لحلقه الحقيقه كنا قدمناها الاسبوع اللي فات، والحلقه دي كان فيها تليفونات كتير جدا، ناس كتير جدا كانت عايزه تعرف معلومات. هي الحلقه الخاصه بموضوع الادمان. احنا لقينا ان الحلقة مهمة جدا، ولقينا ان الناس كتير جدا كانت بتطالبنا ان احنا نكمل في الموضوع ده اكتر، ندي معلومات اكتر للشباب، ندي معلومات اكتر عن مجهودات الدولة في مكافحة الادمان. كان في متصل معانا المرة اللي فاتت قال ان انا عايز اعرف ايه اخبار كل ما يتعلق بالدولة في مكافحة الادمان، يعني عايزين نعرف الدولة بتقوم بدورها ازاي، وبتقوم بحملات ولا بتعمل ايه بالظبط. احنا حتى ساعتها ردينا وقلنا ايوه ان في حملات على سواقين التريلات والنقل والحاجات دي، وان هيبقى في كمان في الشركات حاجات كده، يعني اللي هم يتعمل لهم تيست دم وحاجات كده. النهارده هنكمل في الموضوع ده، وهيكون معانا برضو دكتور محمد حموده، هينورنا زي المره اللي فاتت لما قدم لنا حقيقه معلومات كبيره جدا، وعرفنا من خلالها ان الادمان مش ادمان مخدرات وبس، ده في انواع مختلفه للادمان. ايه رايك يا مروه في الكلام ده؟ والله احنا طبعا انا برحب بكل الساده المشاهدين، واهميه الادمان حاجه مهمه جدا، وعايزين نعرف برضو النهارده من دكتور محمد حموده الادمان نفسه سلوك ولا صفه مكتسبه او حاجه مكتسبه من الاسره من الاصدقاء. بقينا نشوف دلوقتي الادمان ما بيقتصرش فقط على ادمان المخدرات يا مها، بقينا نشوف عيال في سن صغير ما بيفرقوش التليفون من ايد الولاد، والام والاب تقولك خلاص بقى ما هو ساكت. الموضوع ده بيعود بالسلب بعد كده بشكل كبير جدا على الاطفال. فاحنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الادمان، احنا نتكلم طبعا او اتكلمنا عن ادمان المخدرات بكافه انواعه، وعرفنا ازاي بيأثر على الفرد وبيأثر على الاسر، سواء كان ام او اب او شباب طبعا بيروحوا في سكه ما بيرجعوش تاني. بنتكلم كمان على كافه الادمان، يعني ايه ولد صغير من اول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام ماسك الموبايل في ايده يا مها وما بيسيبوش. ادمان الاكل على طول، في ناس بيخرجوا من المود اللي هو ما فيه او الحاله اللي هم فيها بالاكل. ادمان الشباب البلاي ستيشن كتير من المتجوزين جداد والالعاب يا مها، يعني بنشوف الاطفال بقوا مدمنين العاب مثلا بابجي، وفي لعبه خطيره جدا اللي هي الحوت الازرق، اعتقد حذروا كتير قوي منها، بتوصل الاطفال ان هم ينتحروا الهوس فعلا. بتسيطر عليهم، هو ده الادمان اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو يبقى مسيطر علينا، مش احنا اللي حاجه عاديه عابها وخلاص، لا بالظبط. في معانا المبادره اللي احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، قلنا هيبقى في مبادره، كان في الصندوق كان قام بمبادره اختيارك، ودي مبادره هدفها توعيه الاسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكمان توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وده في مراكز الشباب ومواقف عمومية معها، يعني بقت منتشرة في أماكن كتير وفي الميادين العامة في معظم المحافظات، وكمان بيقوم بيها وبيشارك فيها 1000 متطوع، 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين التابعين للصندوق ده، عددهم وصل ل 29,000 متطوع على مستوى الجمهوريه كلها. دي طبعا مبادره حلوه جدا وهتساعد ناس كتير ان هم طبعًا. الكشف المبكر بقى يا مها ده حاجه مهمه جدا، يعني في ام واب قاعدين مع مثلا حد مدمن في البيت سواء كان مخدرات او مثلا ما بعد بقى التدخين، وما بيعرفوش يواجهوا بالظبط، ما بيعرفوش يواجهوا الكيس دي او الحاله دي، فطبعا الاكتشاف المبكر في الحاله اللي هي عندك الادمان دي مهمه جدا، عشان طبعا يبقى في تاهيل ويبقى في ان انت تتعرض على دكتور وما يبقاش سلوك معاك طول العمر، فدي حاجه مهمه جدا. بالظبط كده. هو زي ما احنا دايما بنقول ان الادمان هو مش ادمان المخدرات بس، او زي ما عرفنا من دكتور محمد حموده المره اللي فاتت، الحقيقه قال لنا الادمان ده بانواعه المختلفه، بس هو طبعا اخطرهم هو ادمان المخدرات. كنا بنقول ادمان المخدرات لطبقه معينه، ساعه للشغل ساعات معاها مش عارفه، يعني بيبقى في اجهاد شويه فبيدمنوا ترامادول او بيدمنوا كذا عشان يقدروا يستحملوا الشغل. بعد كده اكتشفنا لا، ده في ولاد وشباب صغيرين، ده في وصلت للمدارس، ده في وصلت للبنات والنوادي والنوادي والبنات بنات، يعني فاهم قصدي؟ فهي لازم تبقى مستوعبين خطوره اللي بيحصل، وعارفين ان دي حروب،
هي دي حروب الجيل وفي الرابع. ناس بتدمن يا مها كانه هو علاج، يعني بياخدوا علاج مثلا ترامادول ده، يقول لك انا هاخده انا هديك حبايه بالظبط كده، ويتعود عليه يبتدي بعد عليه كده يفضل بقى كده. يدمن الموضوع ده بعد كده بالظبط، ده حقيقي. دي مشكله بقى، فلازم نبقى مدركين وازاي نوعي اولادنا بالموضوع ده وباهميته، ان هي مش مساله ايه اوعى تكون بتشرب حاجه، يعني عارفه تلاقي الامهات دايما يروحوا مكلمين ولادهم اوعى تكون بتشرب حاجه، اوعى تكون بتعمل حد يدي لك حاجه بالظبط كده، لا ده احنا لازم نعرف ونفهم ونوعي وحتى لما نلاقيه فعلا زي ما انت بتقولي يا مروه مدمن على الموبايل، نقول له اوعى تخلي حاجه هي اللي متحكمه فيك، انت تتحكم في نفسك، انت تبقى عارف امتى توقف ده، وتقول مثلا انا هقعد ساعة أو ساعتين على الموبايل وبعد كده هقوم أعمل كذا أو ألعب رياضة. فدور الأهل في الموضوع ده مهم جدا، يعملوا جدا حتى عدد ساعات عشان ما يحسوش إن ابنهم تحت تأثير حتة حديدة بالظبط، ويا ريت إن هم يقنعوا إن هو أنت اعمل لنفسك جدول بنفسك، مش هو مش إحنا اللي بنعمل لك، أنت قرر مع نفسك إيه المناسب، يعني فاهم إزاي؟ طبعا أنت المناسب بالنسبة لك هيبقى واسع جدا، بس يعني أنت حاول تحدد لنفسك عشان تعرف إن أنت قوي وقادر تقاوم بنفسك. بس الاطفال في سن معين ما بترفض بقى، بترفض بترفض ما هو صغيرين صعب جدا طبعا. طب طبعا نقدر نتعامل 13 و12 والحاجات ممكن دي ممكن نسحب منهم بقى الموبايل في الوقت ده، يعني ناخده او نحدد لهم وقت، انت هو ممكن بيني ساعه وبينك او ساعتين في اليوم. انا بشوف ان لغايه سن معين مش مفروض ان يبقى معاهم الموبايلات الحديثه مصبوع. اللي هي داخله على النت وداخله على، لا انا عايزه موبايل اللي هو اطمن عليه، يعني موبايل اللي هو لو هو خارج او هو في النادي او كده اقدر اقول له اطلع لي بره او كذا او انا داخله لك او انت فين او كده، اللي هو الو ونقفل. النت مفتوح في الموبايل، انت ما بتعرفيش تتحكمي، انت بتفتح على ايه العدد إيه القديمه عليه. العدد القديمه ما فيهاش الكلام ده، لازم نحتفظ بقى هو الو ومش الو خلاص شكرا، اللي هي العده ال 200 جنيه دي لطيفه جدا. وبالنسبه للالعاب بقى والسوشيال ميديا والحاجات دي برضو، يمسك البابجي ويفضلوا قاعدين قاعد جنب مراته هوس اللعبه خلاص، خلاه اخد وقت طويل جدا من وقت وقت البيت وقت ولاده، فده يعتبر ادمان برضه. طبعا طبعا. احنا معانا اتصال تليفوني، معانا نهى من القاهره. الو يا نهى. الو الو، اهلا يا نهى. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. نهى عايزين نسالك، هل في حد في معارفك معرض للمخدرات؟ يعني في حاله كيس معينه؟ لا والله، وانا عندي بنتي عندها 10 سنين مدمنه التلفزيون. تلفزيون متابع وكده. مين السبب يا نهى؟ والله جايبه عشان الشغل بتاعي برضو، يعني كنت بشتغل عنها كتير فاخدت عليه، بس انا فعلا مش عارفه اعالج الموضوع ده، يعني انا عارفه اكيد تقصير مني في الاول، بس يعني انا عرفت غلطتي وحابه اعالج. طب قولي لي، هي يعني بتحب تتفرج على حاجات الاطفال ولا هي بتقعد بتتفرج على اي حاجه سواء اطفال او كبار؟ والله يعني ممكن انا بشوف حاجات بتاعت 5 مينتس والحاجات دي، الفيديوهات اللي بتشد قوي دي على طول بتتفرج عليها كتير، اوقات اطفال بس يعني مدمنه، يعني تقريبا اغلب وقتها قاعده على يعني حتى ما بقتش تحب الخروج او اللعب او كده. طب وانت بتحاولي تخرجيها من الموضوع ده يا نهى؟ حاولتي مثلا؟ انا عايزه حل يا فندم. هي عايزه حل. ما انا عشان كده بقول لك، يعني احنا بنحاول ان احنا نقولهم ايه، لا ما تقعدوش قدام التلفزيون، انما لازم نديهم بدايل. انا شايفه وجهه نظر، يعني طبعا هنسال دكتور محمد حموده لما يكون معانا بعد شويه ان شاء الله، انما شايفه ان احنا لازم نديهم البديل، يعني مثلا اقول لها ايه، تيجي نعمل مش عارفه بنتك 10 سنين، يعني ممكن تعمل مثلا اكسسوارز في البيت اللي هي الغوايش والحاجات دي اللي بتتعمل في البيت، بتشغلها كده انت تشغليها بيها، يعني اخليها تعمل حاجه بايديها تقوم تتشغل عن التلفزيون، ولما تعملها تلبسيها لها تقول لها الله طب ايه رايك ان انا هخرج بيها النهارده، فتحسسيها ان هي بتعمل حاجه حلوه وفي نفس الوقت تخرجيها من ده، مش بان هي تقعد ما بتعملش حاجه. فاهمه قصدي يا نهى؟ صح مظبوط. معلش دي وجهه نظري اللي على قدي اللي قد كده. حلوه جدا. واحنا برضو لما يجي دكتور محمد حموده الفقره الجايه برضو هنساله عن النقطه دي، لانها طبعا بتمثل اهميه كبيره جدا. تمام، عايزين بقى ناخد راي رنا معانا من الجيزه. الو الو. ايوه استاذه رنا. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي في لمتنا الحلوه. اهلا بيكم، انا سعيده جدا بالبرنامج الجميل. نورتينا. قولي لي بقى، موضوع الادمان اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، هل اتعرضتي ليه؟ هل شفتي حد من الاصدقاء من العيله واجه الموضوع طبعاً. ده؟ انا شخصيا وليه اصحابي كده كتير.
انا مدمنه اكل وصحابي مدمنين شوبينج. مدمنه اكل. الحقيقه ان انا مش عارفه ابدا ان انا يعني اتوب عن الموضوع ده. انا وزني مش كبير بس انا فعلا بحب الاكل، دي الحاجه الوحيده اللي بتثبت لي يعني انت سعاده. عندك شراهه في الاكل بس ده مش مسبب لك سمنه. مش لدرجه شراهه بس بحب الاكل يعني، يعني اي خروجه لازم يبقى فيها اكل، ممكن كميات قليله بس لازم يعني. بس طب ما مرتبط انت بسعاده او تعاسه؟ اصل ساعات الواحد لما يزعل يزعل ياكل يفرح وساعات الواحد ياكل. لما يفرح ياكل. هل ده مرتبط عندك بحاجه من دول ولا انت شغاله على طول؟ لا شغاله على طول. طيب ايه رايك كده ما تعملي مثلا جدول لنفسك كده عشان خاطر الادمان نفسه او سلوك الادمان ده نفسه لما بيبقى مفرط ممكن بعد كده لو انت حتى ما عندكيش اصابه بوزن كبير ده ممكن يعود عليكي بامراض تانية، يعني مثلا يا مها ممكن يجي لها حاجه كوليسترول سمنة. مثلا حتى بعيد طبعا. عن السمنه لو مدمنه ممكن طبعا تبقى بالظبط ممكن طبعا يبقى في امراض مصاحبه تانية طبعا انت في غنى عنها وممكن ما تشوفهاش دلوقتي او ما تصادفهاش دلوقتي، بعد كده هتلاقي وانا في مؤمنه امراض بكده جدا مترقبه. وعشان كده رحت لدكتوره نيتريشن. بس انا اللي عادتها يعني، انا من كتر ما انا يعني حبيتها في الاكل وفي الموضوع بقيت اعمل لها اكل معايا واخده لها. انت رايحه الدكتوره بتاخدلها بتاخدلها اهل الدكتوره انا ميؤوس منها. يا نهار ابيض، وهي هي اللي اتعادت منك. ايوه يا خبر ابيض. لا احنا عايزين السلوك ده طبعا يعني ايه تحاولي تقاوميه عشان صحتك بعد كده. وكمان انت عندك ولاد؟ عندي 2. طيب بيحبوا بقى الاكل زيك ولا مش بيحبوا الاكل زيك؟ للاسف لا ما بيحبوش الاكل. طب قولي الحمد لله للاسف ليه. خلاص احنا دي نصيحه طبعا من لمتنا الحلوه، عايزينك تبقى يعني عندك كنترول في موضوع الاكل بس كده. هحاول والله ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. بصي رنا صريحه جدا. انا بحب راحت الاكل وراحت للدكتوره عملت لها اكل وجابت لها اكل معايا. طيب هي كده تقريبا المكالمه المكالمه مش معانا. طيب احنا هننتقل دلوقتي للدكتور محمد حموده ونشوف معاه معلومات اكتر كتير جدا عن الادمان بكل انواعه، بانواعه الحميده الى حد كبير وبانواعه الخبيثه جدا اللي بتبقى معانا تليفون. دكتور ابراهيم عسكر اهلا بحضرتك. فيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك. دكتور ابراهيم عسكر احنا منتظرين حضرتك الحقيقه، مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق علاج ومكافحه الادمان، عايزين نعرف منك ايه اللي الدوله بتعمله فعلا علشان نتغلب على هذه الكارثه الفظيعه اللي بتجتاح بيوتنا. طبعا صندوق مكافحه وعلاج الادمان ده احد اجهزه الدوله المعنيه بمكافحه ظاهره تعاطي وادمان المواد المخدره، والحقيقه ان احنا بنشتغل على البعد الوقائي والبعد العلاجي. ايوه. والحقيقه ان احنا الحمد لله خلال الفترات اللي فاتت دي كلها كان في انجازات كبيره جدا على ارض الواقع بفضل التعاون والتوجيه معالي الدكتوره نيفين القباج، دكتور عمرو عثمان مساعد الوزير. فانا عاوز اقول لحضرتك وانا بكلمكم حاليا انا في حي الاسمرات. حي الاسمرات احد اهم الاحياء الكبيره جدا اللي القياده السياسيه بتقول لها اهتمام قوي جدا في هذا الامر، والحقيقه ان احنا تدخلنا معاهم في حملات لطرق الابواب بيت بيت ومكان مكان داخل حي الاسمرات، بنستهدف 13,000 اسره داخل الحي بالتعاون مع رئيس الحي. قدرنا ان احنا نكون موجودين في المكان مستمرين لحد اشهر قادمه. عاوز اقول لحضراتكم خلال اسبوعين ثلاثه قدرنا ان احنا نكون مجموعه من المتطوعين والقيادات الطوعيه داخل حي الاسمرات، هم بيساعدونا كمتطوعين يشتغلوا معانا في نقل الرساله. جميل جدا. دكتور ابراهيم معلش سؤال بعد اذن حضرتك. نعم. حضرتك بتنتظرهم يعني حضرتكم مقركم هناك بس بتنتظروا أيوة. ان هم يجوا ام مثلا بتقول لك انا ابني مدمن او هو المدمن نفسه يجي لك يقول لك انا عايز ابطل ولا انتوا بتخشوا البيوت؟ احنا بندخل البيوت بتدخلوا واحد. البيوت معانا المتطوعين من اهالي المنطقه نفسهم تم اختيارهم وتدريبهم تدريب على اعلى مستوى هايل. بعد كده ابتدينا ان احنا نستثمرهم في ان هم بما انهم اهل المكان وعارفين ودرايه بيه والناس عارفاهم ابتدينا ان احنا ندخل بيهم في كل بيت وفي كل شقه. ايوه. علشان نوصل لهم الرساله الاولانيه رساله التوعيه بقضيه الادمان والمخدرات والرساله الثانيه احنا بقى عندنا عياده وعندنا 25 مركز علاجي على مستوى الجمهوريه. وكمان الجميل في الموضوع ان احنا افتتحنا مقر لعياده الادمان داخل حي الاسمرات نفسها. اوكي. فبدات الامهات والشباب يعني عاوز اقول احنا ما كناش متوقعين كده بس في اقبال كبير طبعا. جدا للاستشاره وللعلاج بشكل مهم جدا لدرجه ان احنا كمان الدكتور عمرو عثمان وجه ان يكون في عياده للسيدات. وبدا ان احنا نستقبل السيدات في اوقات معينه علشان نوجههم كمان للمراكز العلاجيه اللي هي تابعه للصندوق. يعني احنا بالفعل
خلصنا مرحلة اللي هي التخطيط ودخلنا في التنفيذ، لأن برضو المكالمة بتاعت المرة اللي فاتت كانوا بيسألوا عن التنفيذ طيب نفسه. بينظمها ازاي بعد حي الأسمرات؟ هل في مناطق تانية ممكن برضو في التخطيط اللي جاي؟ طبعا يا فندم، كل المناطق اللي تم تسكين الناس من العشوائيات اللي كانوا فيها إلى مناطق جديدة، احنا بتوجهات من الدولة لازم نعمل لهم عملية تأهيل نفسي واجتماعي في كل الأنشطة. وطبعا حتة الإدمان والمخدرات بتستحوذ على داخلين مهتمين جدا جدا ان احنا يكون عندنا طبعا تنمية وتقل. بنفس المنوان احنا عندنا رط السيدة كانت الاول تل العقارب وفيها اكتر من 7000 اسرة، فاحنا اسف 725 اسرة متواجدين معاهم في رط السيدة تحت مبادرة هناك اسمها جدعان السيدة. نفس القصة كمان بنشتغل في بشائر الخير في اسكندرية. فدي المناطق كلها الجديدة اللي القيادة السياسية انشأتها علشان يعني تنتشر الناس من الاماكن اللي كانت موجودة فيها وتحطهم في مكان يقدر يحقق لهم حياة كريمة، احنا موجودين معاهم نتابع معاهم. على نفس الخط ده برضو احنا شغالين مع في مبادرة اسمها اختيارك. المبادرة دي بتستهدف العمال والسائقين على مستوى جمهورية مصر العربية. اختيارك حضرتك بتقصده ان اختيار الشخص هو ان هو يخرج من الحالة اللي هو فيها دي. مظبوط، باختيارك هتكون واعي انك ان يكون في افكار مغلوطة تخلي بالك منها، باختيارك انك تاخد القرار الصحيح، باختيارك انك تقدر تحل المشكلات وتواجهها بشكل سليم وبشكل عقلاني وهكذا. فبنسند مجموعة من الافكار والمعتقدات اللي هي اصلا مغلوطة عند الناس نصححهم لما نيجي ننزل ونشتغل معاهم. المبادرة دي مشارك فيها 1000 شاب، قدرنا ان احنا ننزل اكتر من 22 محافظة حتى الان على مدار شهرين. الحمد لله عاملين يعني اسهامات قوية جدا، وكمان زاد الطلب على العلاج في الخط الساخن. دكتور ابراهيم عسكر انت نورتنا، وفعلا الكلام اللي حضرتك قلته مهم جدا والمبادرات دي مهمة جدا. بنشكر حضرتك دكتور ابراهيم. تمام، احنا هنروح فاصل صغير ونرجع تاني للدكتور محمد حمود. مشاهدينا هنروح فاصل صغير ونرجع لحضراتكم في لمتنا الحلوة، انتظرونا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وموضوعنا بنتكلم عن موضوع الإدمان استكمالا للفقرة اللي فاتت. والحقيقة هو موضوع مهم جدا لكل طبعا الناس اللي بتشوفنا النهاردة، وعايزين نعرف تأثير الإدمان على الفرد وعلى الأسر المصرية، وعايزين نعرف بقى ده مرض ولا ده سلوك مكتسب سواء كان من صديق أو من أي حد مثلا أنا شفته اتعلمت الإدمان. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمد حمودة، مدرس واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بطب الأزهر ومسؤول عيادة الخط الساخن لعلاج الإدمان بمستشفى حسين الجامعي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ، منورنا. موضوع مهم جدا جدا، يمكن احنا قررنا الحلقه او موضوع الحلقه طبعا لاهميته موضوع الادمان. احنا طبعا تشاورنا قبل الفقره نتكلم عن ادمان ايه، ولكن مها قالت لي لاهميه الموضوع هنتكلم عن يعني ايه ادمان المخدرات. وطبعا يا ريت كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا اللي عنده اي استفسار او اي مثلا حاله يشارك ويكلمنا في لما الحلقه. تمام، طيب هو عايزين لو هنقول على ادمان المخدرات، احنا في انواع كتيره للادمان بتاعت المخدرات. يعني المخدرات عندنا المره اللي فاتت حتى قلنا انه الكافيين يعتبر ادمان ويعتبر من ضمن ادمان المواد المنشطه، لانه المخدرات عندنا نوعين، حاجه ستيمولاتوري وحاجه انهيبيتوري، يعني مواد بتنشط ومواد بتصبط. واحنا عندنا تقسيمات كتيره للحاجات اللي ممكن تدمن، والمواد اللي بتدمن بناء على ثقافة الشعب. يعني هتلاقي مثلا في مصر أغلب الناس بتشرب حشيش، والحشيش هو الحاجة الأشهر إدمانيا. في أوروبا أغلب الناس بتبقى مدمنة كحوليات، وده الأشهر إدمانيا. في بلد زي اليمن القاط هو ده حاجة عادية خالص، الناس تخزن قاط وياخدوه. الكويت عندها حاجة اسمها الكريستال شابو اللي هو بياخدوه، مشهور قوي، بنزل مصر مؤخرا كمان. فكل دولة كده فيها حاجة إدمانية منتشرة. بالمناسبة في دول قوانينها تسمح بتعاطي المخدرات وتسمح بالإتجار في المخدرات، زي هولندا قعدت تحارب المخدرات سنين طويلة، واكتشفت انها بتخسر في حرب ضد المخدرات، فقررت انها تخلي المخدرات جزء من التجارة العائد العالمية بتاعتها، وانها تستفيد بده بدل ما هي بتخسر من ده. ومع ذلك لما تسألي ناس هولنديين يقولك الشعب مقسوم جزئين، ناس بتاخد مخدرات محدش بيتعامل معاهم،
وناس تانية محترمة وملتزمين، دول الناس بتتعامل معاهم غالبا. كوبا مسموح فيها زراعة المخدرات والإتجار في المخدرات. في دول زي ما قلنا كده بتسمح بالإتجار في المخدرات، وفي دول بتسمح بتعاطي المخدرات، ومؤخرا بقى في حشيش في الصيدليات في بعض الدول سمحت بوجود الحشيش. الحشيش الحقيقة ليه خصائص بنسميها نيورو بروتكتيف ايجنت، يعني بيحسن شوية من خلال المخ، شوية بسيطة مع الأضرار الكتيرة جدا بتاعته. هو ليه مستقبلات في المخ والحبل الشوكي اسمها THC ريسبتور، اللي هو التترا هيدروكنابينويد ريسبتور. المستقبلات دي بتتنشط بشرب الحشيش بجزء بدرجة، بس في نفس الوقت هو ليه أضرار تانية كتير جدا. فكانوا عايزين يعملوا حاجة اسمها الميديكال ماريجوانا، اللي هو الحشيش الطبي أو الماريجوانا الطبية، ناخد الفوائد وما ناخدش الأضرار. فالحقيقة فشلوا، وطلع حاجة بدلها اللي هي الاستروكس دلوقتي، اللي الناس عارفة ان اسمها استروكس، اللي هي مجموعة حاجات كيميائيا مع بعض بس مضرة جدا. بالظبط، الاستروكس ده كان الهدف منه انه يبقى ميديكال ماريجوانا. فهم فشلوا ان هم يعملوا الميديكال ماريجوانا دي، فبقى المنتج بداله الاستروكس ده، وتحط في المعامل فترات طويلة ما كانش بيستخدم، وبعدين قالوا احنا صرفنا عليه فلوس كتيرة فاحنا هنستخدمه في تهدئة الحيوانات، وبدأوا يدوا الحيوانات كمهدئ، وبعدين بعد شوية بدأت الناس تشربه. والحقيقة خطورته كمادة إدمانية إنه بيدخل في سايكوزيس، يعني الإدمان بيدخل بعد فترة في حاجة اسمها substance induced mood disorder أو substance induced psychosis، يعني اضطراب في المزاج نتيجة تعاطي مادة اللي هي المادة المخدرة، أو ذهان نتيجة تعاطي مادة. الستروكس بيدخل في ذهان نتيجة تعاطي مادة، فالشخص يبقى بيشرب ستروكس عادي ومرة واحدة نومه يقل، وبعدين يقول الناس بتتآمر عليا والناس بيحاولوا يأذوني واصحابه وابوه عايز يقتلني، يعني يخش في حاجة اسمها ضلالات، وبعد شوية يسمع أصوات مش موجودة ويشوف حاجات مش موجودة ويدخل في هلاوس. طب شفنا يا دكتور ساعات فيديوهات كده بتيجي ساعات على الفيسبوك، انت عارف حضرتك برضو الواحد بيقعد يتابع الحاجات دي، بنشوف ناس بيجيلها زي تشنجات كده في الشارع. بعض بعض انواع المخدرات بتعمل كده زي الترامادول. الترامادول بيسبب الحقيقه، يعني المعلومه لما الناس هتسمعها هتقول ازاي كده، بيسبب 1% ايبيليبسي، يعني تشنجات او كونفولجنز، تشنجات بنسبه 1% كسايد افكت. 1% دي نسبه قليله جدا. تمام، بس دي في الجرعه العلاجيه. الترامادول اصلا زي ما قلنا المره اللي فاتت هو دواء بيستخدم في علاج الالام. تمام، هو مسكن وتركيبه جزء مورفين وجزء مضاد اكتئاب، والاثنين مع بعض بيعملوا سينرجيزم لبعض وبيبقى مسكن قوي للالام. فالناس بدات تسيء استخدامه، يعني كل المخدرات في الاول كانت ادويه والناس اساءت استخدامها فتحولت لايه؟ لمخدرات طبعا. فالناس بدات تسيء استخدامه فتحول لمخدرات. فالجرعه العلاجيه ده ما بقاش 1%. بالظبط، هو في الجرعه العلاجيه اللي هي قرص في يوم يعمل تشنجات بنسبه 1%، لكن في الجرعات الثمانيه تسعه اقراص في يوم والناس اللي تضرب بالشريط لا، ال 1% مش 1% زي ما حضرتك بتقولي، وبقت النسبه عاليه جدا من التشنجات. والهزيان اللي حضرتك بتقول من ضمن الاعراض ان في هزيان، دي ضلالات، دي بقى الضلالات والهزيان دي اللي ممكن توصل واحد في وقت من الاوقات طبعا. اللي نبص لقيه بيموت امه. أيوة، ممكن او بيموت ابوه، ممكن طبعا يرتكب جرائم تحت تاثير المخدر. وتحت تاثير المخدر وفي مواد تانية بالمناسبه، يعني انت وانت بتقولي في حاجه اسمها هلاوس. الهلاوس دي ان انا اسمع حاجه او اشوف حاجه مش موجوده. تمام، وده جزء من الاعراض الذهنيه اللي بتنتج نتيجه تعاطي المخدرات. اشهر هلاوس شفناها في فيلم الفيل الازرق، لما البطل كان بياخد حبايه الفيل الازرق ويخش في هلاوس. حبايه الفيل الازرق دي ماده مخدره من ضمن المخدرات الممنوعه دوليا ومحرمه دوليا، اللي هي بنسميها دي ام تي. تمام، دي بنسميها من السايكوديليكس او الحاجات المثيره للهلاوس. هو كان بياخد الحبايه في الفيلم وبعدين يبدا يهلوس. الهلاوس دي ممكن فيها يرتكب جريمه، وممكن فيها يعمل حاجه هو مش واعي خالص بيها. ففي مخدرات، انواع من المخدرات زي الدي ام تي وزي الاكستاسي وزي الال اس دي، دي كلها مخدرات بيبقى معاها هلاوس وبيبقى معاها يعني مزاج عالي جدا وشطح وجداني، يحس كده ان هو وربنا مع بعض. المخدرات دي بيسمعوها او اتعملت اساسا عشان تتاخد في حفلات الهيفي ميتال. حفلات الهيفي ميتال دي اللي هي كلها عشان يستحملوا الموسيقى العاليه قوي. هو مش يستحملوا الموسيقى العاليه، ده الموسيقى العاليه بتعمل سينرجيزم للتاثير بتاع المخدر، فيقول لك انا بشوف النغمات. المدمنين اللي بيخشوا الحفلات دي يقول لك انا شايف النغمه مش سامعها، انا شايفها مش سامعها. احنا المره اللي فاتت قلنا في حاجه اسمها المخدرات الرقميه، هي ترددات صوتيه. في فرق ما بين الودن اليمين والودن الشمال،
في الترددات اللي بنسمعها بتاعه الموسيقى الرقميه دي او المخدرات الرقميه. فعشان الفرق ده يتم معادلته المخ بيفرز دوبامين، والدوبامين ده الماده الاساسيه المسؤوله عن الادمان لما بيتفرز من الريورد سنتر. فالناس بعد شويه تدمن الموسيقى دي، فهم بياخدوا المخدرات ويروحوا يسمعوا الموسيقى دي، فزي ما بقول لك كده ادقوا هلوسوا ويشوفوا النغمات ويشوفوا حاجات مش موجوده. تمام، واتعملت افلام كتير على الحكايه دي من ضمنها فيلم الفيل الازرق. جميل جدا. طيب مها دلوقتي قالت الاستروكس اللي الناس كتير جدا بتتعاطاه، واحنا بنشوف طبعا ولاد في سن صغير بياخدوا الاستروكس ده على انه خد دي هتقويك، خد دي هتخليك تعرف تلعب كويس. احنا للاسف بقى يعني تعاطي اي شاب مثلا من عائله محترمه او عائله محافظه ما بيبقاش الاهل ليهم دور في ده، بس ممكن ولد بيديله ده على انها مثلا اي حاجه في الدنيا بياخد. ازاي نساعد كل الناس او مثلا الناس اللي بتشوفنا النهارده ان احنا نوعي الناس ان هم ما يوصلوش للمراحل دي، نلاقي ولد عنده 14 15 سنه بياخد الحبات دي مثلا؟ طيب هو احنا لو ولد عنده 14 15 سنه وخد حاجه كده هو مش مضحوك عليه غالبا، غالبا هو واخدها وعارف انه دي حاجه مضره وان دي مخدرات. هو الوعي بتاع الاطفال دلوقتي غير وعي الناس زمان. زمان كان عندنا الا في الوعي، لكن الفتره الحاليه لا، زمان كان عندنا اطفال بس وبيشم بس هو ده المخدر. لا هو زمان كان عندنا اطفال، زمان كان عندنا اطفال، دلوقتي الاطفال بقى وعيهم مختلف وما بقوش اطفال في الحقيقه. فهو بيبقى فاهم كويس هو بيعمل ايه، بس غالبا الطفل ده بيبقى عنده اضطراب سلوك، وبادئ من هو طفل عنده اضطراب سلوك، فبيبقى بيسرق وبيبقى بيكذب وبيبقى بيصاحب الناس اللي مش كويسين وبيأذي الحيوانات ويولع نار وبيعمل كل الانتهاكات الممكنه. وبعدين وصولا بقى لاخذ اي طبيعي هو لانه مصاحب الناس الصيع، فهيوصل في مرحله ياخد المخدرات. المشكله الناس برضو ما هو ولاد ناس بس صيع ما لهاش علاقه، ولاد الناس الصيع بالظبط كده. مش الناس هي اللي صيع، ولاد الناس هي ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بان هو ابن ناس ولا لا. لكن الفكره بقى في انه هيوصل لسن 14 سنه هياخد المخدرات، ده تحصيل اللي احنا عملناه بالظبط كده. فعشان كده احنا اذا كنا كاسره عايزين ناخد بالنا من ده، ما اخدش بالي وعنده 14 سنه، ده المفروض من وهو عنده 4 5 سنين تعديل السلوكيات بالظبط كده. وعشان كده المثل اللي بيقول لك ان كبر ابنك خويه، مش المقصود بكبر انه بقى عنده 14 15 سنه، لانه هو في السن ده هو ما عادش محتاجني ولا هيصاحبني ولا قابلني كاب يقرب منه. بالزبط. خلاص هو بقى عنده ناس اخرى واختيارات اخرى. امال المقصود بكبر كبر يعني بقى حلو كده 4 سنين وبيمشي وبيتكلم وبيلعب، هو ده اصاحبه في الوقت ده في وقت 4 5 سنين، مش في وقت 15 سنه. 15 سنه خلاص مدرك. ما فيش ما عارف خلاص بيعمل كويس. طبعا فهو 14 سنه ده هو مدرك كويس، هو عارف بيعمل ايه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت هو ما بيبداش بانه خد حبايه الترامادول، هو غالبا بيبدا بالسجاير وبعد كده تبقى السجاير محشيه، وبعد السجاير المحشيه ننتقل لمرحله حبايه الترامادول. الاستروكس ما بيديش نشاط على فكره، الاستروكس والحشيش من الحاجات المثبطه مش من الحاجات الاستيمولاتوري. الحاجات الاستيمولاتوري زي الكوكايين والامفيتامين والترامادول دي حاجات استيمولاتوري. وبالمناسبه في معلومه ظريفه ان احنا نقولها، الكوكا كولا بالمناسبه يعني الكوكا كولا هي كان اسمها كده عشان كان الكوكا نبات الكوكا بيتحط على الكولا كمشروب منشط. الكلام ده سنه 1906 الكلام ده سنه 1906 وبعدين اكتشفوا الاضرار بتاعه الكوكا، نبات الكوكا اللي مستخرج منه الكوكايين، واكتشفوا الاضرار بتاعته، اكتشفوا انه ادماني، فتم تحريم وضع الكوكا بالظبط الكوكا على الكولا، ولكن هي ما ظلت محتفظه بالاسم بتاعها. انما ملهاش علاقه ملهاش بالمنتج. هي الاول كانت كده، الاول كان فيها كوكايين فعلا. أيوة. وكانت بتنشط جدا. الكلام ده سنه 1906 لما منعوا وضع الكوكايين على الكولا. طيب دكتور، هل في سن معين قابل للادمان اكتر، ادمان اي حاجه، لكلمه الادمان عموما يعني، هل نقدر نقول ان الصغيرين قابلين للادمان اكتر ولا لا ملهاش سن؟ ملهاش سن، ملهاش سن. كل الناس عندها استعداد للادمان في اي لحظه يتنشط بأي فيها بأي شكل من الاشكال بالظبط كده. يتنشط فيها الريورد سنتر بشكل منتظم، يخش على طول الشخص في ادمان الحاجه دي. كان في تجربه انا قلتها لكم حتى المره اللي فاتت بعد نهايه الحلقه، فاحنا نحب نقولها للناس، انه كانوا عاملين جابوا قرد، عملوا تجربه جابوا قرد ووصلوا الكترود بالريورد سنتر اللي هو مركز المكافاه في المخ، وكل ما يدوس على الزرار يشتغل مركز المكافاه ويتفرز الدوبامين، وبعدين جابوا له اي حاجه بيحبها خالص، هو بقى ما اهتمش باي حاجه ومهتم بالزرار، وفضل يدوس على الزرار طول الوقت عشان يفرز الدوبامين وادمن الزرار، وبقوا بيشدوه من على الزرار في نهايه التجربه
التجربه بالعافيه. فاي حد هيتنشط مركز الريورد سنتر بتاعه او مركز المكافاه بتاعه ويتفرز الدوبامين ممكن يدخل في مرحله الادمان مهما كان سنه. بالمناسبه انا بشوف ناس مدمنه وهي في سن الستين والسبعين وهم ادمنوا بالغلط زي ما حضرتك قلتي في اول الحلقه. هو كان بياخد ترامادول علشان يعالج الام المفاصل بالظبط, وبعد شويه ادمن الترامادول وخلاص مش قادر يبطله, بقى مدمن رسمي يعني هو خلاص مش عايز يبطل الترامادول. جميل جدا. عشان بقى نساعد طبعا الدوله, احنا دلوقتي كان معانا تليفون عشان جهود الدوله اللي بتبذلها طبعا في مكافحه الادمان. احنا كاشخاص, انا معايا واحده صاحبتي, ايه العلامات اللي بتظهر على صديقه ليا معايا واعرف ان دي مدمنه؟ انت ازاي بتشاوري عليا؟ لا ما بقدرش ده. صديقه وعماله تشاور في ساعات يعني لو مثلا عندنا انا اعرف حد مثلا, ايه العلامات اللي انا ممكن اشوفها وبعد كده انا اقدر اساعدها, انا جنبيها وصاحبتها جارتها اي حاجه اقدر من هنا اساعدها؟ اول حاجه انه هي تبدا سلوكياتها تتغير وتبدا تبقى سريه اكتر من اللزوم, بتحافظ على اسرارها ومش عايزه حد ياخد باله من خصوصياتها دايما. بالظبط. وتبدا تهمل مظهرها وتبدا تهمل عاداتها اللي هي معتاداها, وتبدا تهمل الشغل وتبدا تهمل الاصدقاء والعلاقات الاجتماعيه, ومبقاش عندها وقت تمارس الهوايات او الرياضه بتاعتها. شهيتها تقل وتبدا تخس, ونومها يضطرب ويبدا يبقى تحت عينيها اسود, ويبان قوي بقى عليها انه في حاجه مش مظبوطه. والحاجات دي نقدر نلاحظها, نقدر نلاحظها جدا في القريبين مننا, اللي هي كلمه انت ايه اللي مغيرك وانت فيكي ايه غريب اليومين دول بالظبط. ودي مش هيخش فيها الشخص الا لو وصل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الادمان. احنا قلنا برضو المره اللي فاتت ان احنا عندنا في مرحله تعاطي وفي مرحله ادمان وفي مرحله الانحدار. في الانحدار ده الموضوع باين جدا, باين خلاص هو مدمن, انت تشوفيه تعرفي ان هو مدمن. في مرحله الادمان مش باين, بس انت عارفه انه اللي قدامك مش مظبوط, الشخص ده متغير, في حاجه مش مظبوطه. في مرحله التعاطي لا, الموضوع ممكن يبقى متداري ومستخبي لانه ما بيصرفش فلوس زي مرحله الادمان. في مرحله الادمان بقى يبدا يصرف فلوس بمبالغ كبيره عشان يشتري المخدرات وعشان يشرب, وبقى مدمن فعلا خلاص. احنا المفروض نبدا نساعد الاشخاص من الحقيقه من بدري شويه, يعني احنا هناخد بالنا في مرحله الادمان, بس الحقيقه احنا محتاجين نساعدهم قبل مرحله حتى التعاطي, اللي هي بقى ده يعني دور الاهل, التربيه بالظبط, دور الاهل, الأهل. وده اهم دور الحقيقه في الموضوع طبعا. احنا للاسف في حاجات كتيره جدا في السينما والتلفزيون وفي الميديا بشكل عام بتصدر بصوره مش صح قوي, يعني هي بيبقى الهدف منها حاجه بس بتودي السكه في حاجه تانية خالص. فلما انا اشوف البطل لمده ساعتين بياخد مخدرات سعيد جدا ومنتشي ويسرق وبياخد والامور زي الفل, وبعدين في اخر خمس دقائق مات, انا كمشاهد الساعتين هم اللي ستوا في دماغي اللي هو كل احداث الفيلم اللي هو كان فيها بطل, الخمس دقائق اللي هو اتقتل فيهم دول دي بتاعت ربنا بقى, دي بتاعت ربنا بقى, ده عمره بقى بالظبط خالص. هم ما بقوش راكزين في دماغي, ولا انا ركزت معاهم ولا سبته في دماغي. انا ساعتين بثبت فكره واحده, انه جزء من ان انا ابقى راجل وان انا ابقى فتوه وان انا ابقى شبح ان انا اخد مخدرات واشرب سجاير وسهرت وصاحبت بنات وعملت شرفات وكل الحاجات اللطيفه بالنسبه لي. الخمس دقايق دول مش هيفرقوا معايا, دي حاجه. تاني حاجه ان احنا ساعات كتيره بنسلط الضوء على ظاهره سلبيه عشان نكافحها. هو الحقيقه احنا تسليطنا للضوء على ظاهره سلبيه مش بيكافحها, ده ممكن يزيد الظاهره السلبيه. كان في مسلسل اتعمل علشان يحكي ازاي بنعالج المدمنين ومراحل علاج الادمان, ودي مهمه قوي ان احنا نقولها النهارده. فكان بيحكي مرحله الريهابيليتيشن, مرحله علاج الادمان مرحلتين, المرحله الاولى مرحله الديتوكس اللي هو ازاله السم خلصه, والمرحله الثانيه اللي هي مرحله الريهابيليتيشن او اعاده التاهيل. فهو المسلسل حكى بالظبط لان هم كانوا جايبين دكتور محترف في علاج الادمان يراجع المسلسل, فكان بيحكي بالظبط اللي بيحصل في مرحله الريهابيليتيشن. المفروض الناس تبقى بتشوف اللي بيحصل فتتضايق وتبعد عن المخدرات, وده كان الهدف بتاع المسلسل. الحقيقه المدمنين المتعافين بدا يحصل لهم كريفنج وبداوا يفكروا ان هم عايزين ايه, يرجعوا يضربوا. واللي ما كانش بياخد مخدرات وشاف الاجواء بتاعت العلاج النفسي والجروبات اللي بتتعمل وزماله المدمنين المجهولين اللي المفروض نتكلم عنها النهارده, فبدا يحس ان ايه ده الموضوع ممتع وشيق, فقرر انه يجرب. فبعد عرض المسلسل ده اكتشفنا كدكاتره في العيادات النفسيه انتكاسه كبيره جدا. يا خبر ابيض. طبعا, مع انه كان الهدف انه احنا نبعد الناس. نوعي الناس. طب احنا معانا تليفون, معلش بعد اذنك يا دكتور مريم. اهلا, السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم, اهلا بيك يا حبيبي. حضرتك عندك حد او تعرفي حد بيعاني من الادمان؟ احنا تعودنا من واحنا صغيرين لغايه ما كبرنا وطلعنا معاش ان الادمان حاجات معينه, يعني الادمان كنا بنقول ده بيشرب قدامنا مثلا, ده شفناه شرب حشيش, ده شرب مش عارف ايه حاجات. دلوقتي بقت
طورت وبقت حاجات جديده وبقت حاجات غريبه. يعني انا اللي طالباه ان احنا عايزين نبقى ايه يعني مدارس توعي. البيت برضو مش قادر مهما كان، البيت بيبقى مش يعني ما بيقدرش يدي كل حاجه. طبعا بنوعي وبناخد بالنا وكل حاجه، المدارس، الاعلام. ودلوقتي كمان بقينا كمان يعني بعيد عن بعض شويه من السوشيال ميديا اللي احنا فيه ده، بقى كلنا بعيد. يعني كنا الاول احنا اسره خمسه، كنا على طول نفطر خمسه، نتغدى خمسه، قاعدين جنب بعض خمسه، خارجين خمسه. دلوقتي كل واحد في مكان وفي وقت تاني، وبالحاجات دي برضو من ضمن الحاجات الادمان دي ادمان. انا بحس كده ان انا قاعده لوحدي على طول، انتوا فين يا جماعه، انتوا فين يا محمد، انتوا فين يا محمود، انتوا فين يا احمد، الاقي كل واحد مش... وده ادمان. وده مش ادمان في البيت، ده ادمان غير الشرب وغير الحاجات اللي بنشوفها دي. برضو السوشيال ميديا يعني شالنا من اللي احنا فيه وادانا برضو في ادمان تاني. انا بعتبر ده ادمان برضو. تمام يعني تمام، حضرتك عندك حق، والدكتور هيكلمنا عن الموضوع ده. دكتور بنشكر حضرتك جدا. دكتور كنت عايزه اكلم حضرتك عن جزئيه مهمه قوي، وهي جزئيه ان بدايه العلاج ازاي تكون. يعني احنا بنتكلم على ان التواصل مع الولاد الشباب العادي دلوقتي صعب شويه ان انت تقنعه بحاجه. لو هو عنده مشكله ادمان وانا حاولت ان انا اوصله علشان اخد بايده واخده واروح مثلا مكان مركز العلاج، لا هو هيقتنع برايي ولا هو هيسمع كلامي. وزي ما حضرتك قلت في الحلقه اللي فاتت ان في وقت اللي احنا بنبقى لازم فيهم نعمل عمليه الشحن. تمام. اوكي، بنشحنهم. حضرتك قلت برضو كلام مهم، انا ركزت جدا معاك المره اللي فاتت، ان اول مره بيروح بتبقى نسبه الشفاء بالظبط كده 80%، تاني مره لو راح انتكس ورجع تاني مره هتبقى 60%، تالت مره هتبقى 40%. يبقى اذا ازاي هعملها دي؟ يعني ازاي اقدر اقنعه بحاجه هو مش مقتنع بيها ومش موافق ومش معترف بان في اي مشكله؟ لا ده انا باخد، ده انا مثلا ده شربت سجاره مع صاحبي، ده انا مش عارفه ايه، هو مش معترف بالغلط ومش عايز اشحنه، عشان لو شحنته هيبقى رايح غصب عنه وبالتالي مش هيفرق. عندي طريقتين الحقيقه. الطريقه الاولانيه زي ما حضرتك قلت كده، ان انا اشحنه وان انا ابقى عامل حسابي ان هو هيقعد في المستشفى فتره طويله لحد ما يقتنع ان هو مريض وان هو محتاج يتعالج. ممكن الفتره دي تمتد من 6 شهور لسنه، وممكن يبقى اطول من سنه كمان، اكتر من سنه. بس انا لازم في الفتره دي مش بس بنزع السميه، لا، هو الحقيقه انا بعمل له اعاده تاهيل وبغير شخصيته. زي ما قلنا المره اللي فاتت انه الادمان في الاساس اضطراب في شخصيه، وقلنا في 3 شخصيات اساسيين بيخشوا في الادمان. فانا عايز اغير الشخصيه الاعتماديه او الشخصيه الحديه او الشخصيه المضاده للمجتمع اللي موجوده في المدمن ابني ده، فهدخله المستشفى ويقعد فتره طويله كجزء من حياته بقى انه لازم يتغير في المستشفى دي. ده الجزء الاولاني، ان انا اشحنه غصب عنه. الحاجه الثانيه استنى عليه لحد ما يجيب القاع زي ما قلنا ويخش في مرحله الانحدار. يخسر كل حاجه، اسيبه وابعد عنه تماما، يخسر كل حاجه. ولما يقرر انه خلاص خسر كل حاجه، ده ممكن يحصل، هيجي بقى يقول لي اه ممكن يحصل. يقول لي اه انا فعلا انا ضيعت كل حاجه وعايز اتعالج. ساعتها هو جايب مزاجه، هدخله المستشفى وانا عارف انه بعد اسبوع اول ما اعراض الانسحاب تختفي هيقول لي ايه، انا عايز اخرج، انا زي الفل، انا كويس. برضه ساعتها هقعده غصب عنه وهصر انه يكمل في المستشفى فتره طويله. فسواء استنيت لما يجيب قاع او بدات من الاول وشحنته غصب عنه، في الحالتين هو بعد اسبوع هيقول لي ايه، انا عايز اخرج، انا بقيت تمام. لانه زي ما قلنا المشكله في شخصيته مش في الماده المخدره. فمجرد ما الماده المخدره بدات تنسحب من دمه، والديتوكس حصل، الديتوكس بيحصل في خلال تقريبا من 10 ل 15 يوم. اللي هو انه الماده اللي في دمه تبعد او تختفي. تمام. ممكن في مواد بتقعد في الدم فتره طويله ولو عملنا تحليل هنلاقيها موجوده، بس ما لهاش التاثير القريب، لكن ليها التاثير البعيد. زي الحشيش مثلا بيقعد 40 يوم في الدم. فكل ما هعمل له تحليل هيطلع فيه حشيش. بس التاثيرات القريبه بتاعت اعراض الانسحاب انتهت من 10 ل 15 يوم، لكن التاثيرات البعيده بتاعت الحشيش مش هتنتهي بعد سنه، ممكن تقعد سنه قبل ما تاثيراته تنتهي. يعني من ضمن الاعراض بتاعت الحشيش انه بيعمل حاجه اسمها اموتيفيشنال سندروم، اللي هو متلازمه عدم وجود دافع. فاللي بيشرب حشيش ده ما عندوش دافع يعمل اي حاجه في الدنيا. فتلاقيه بيسقط في الكليه، تلاقيه مش مهتم وغير مبالاه. عنده لا مبالاه كمان في حياته. عنده لا مبالاه، ما هي دي متلازمه عدم وجود دافع. فده تاثيره مش هيروح بعد ال 40 يوم لما الحشيش يخرج من دمه، ده تاثيره هيستمر سنين. وانا ممكن اقعد اعالجه سنين عشان اضيع اللي حصل بسبب تعاطي الحشيش. ففي جميع الاحوال لازم اخده غصب عنه، لان لو استنيت برضه بعد اسبوع هيقول لي ايه؟ برضه انا كويس وزي الفل وعايز اخد. معانا تليفون، هناخد هدى من القاهره. الو. الو هدى، مساء الخير يا هدى.
مساء النور يا حبيبتي، اهلا بيكي. الحمد لله. قولي لي عندك اي اتفضلي. ابني، ابنك بيعاني من ايه؟ من الادمان، بيدمن ايه بالظبط؟ بيشرب بودره ويشرب برشام. اعمل له ايه دلوقتي؟ وديته المستشفى كذا مره وبرده بيروح ويجي، يقعد اسبوع او 10 ايام ويتقال. ونفس الصحاب اللي حواليه هم. هو اتعالج قبل كده او حضرتك وديتيه اي مستشفى قبل كده؟ ايوه وديته مستشفى كبيره في المعادي. تمام. هو عنده كام سنه؟ عنده يعني 29. طيب دكتور محمد حموده هيرد على حضرتك، تابعين. طيب طبعا انه الناس ترجع تاني لتعاطي المخدرات ويحصل لها انتكاسات دي حاجه متوقعه، واحنا بنبقى عارفين من الاول ان هو شخص هينتكس. عشان كده بنقول انه اول مره علاج هي اهم مره علاج، ولازم اطول المده على قد ما اقدر. هو تقريبا كده خرج على طول غالبا. ده اكيد 100%. الناس بتخش مساحات خاصه، فالمستشفى بتبقى غاليه، فيعملوا ايه؟ هو اسبوع اعراض الانسحاب تخلص، يلا نخرجه عشان معناش فلوس ندفع. هو في الاخر هيرجع تاني لانه هو ما خفش. هو كل الحكايه انه الماده الادمانيه خرجت من دمه، لكن هو كشخص وكمدمن هو لسه ما خفش. طب ولو دخلناه مستشفى حكوميه برضه عندنا نفس المشكله. قلنا المره اللي فاتت المستشفى الحكوميه لازم يبقى رايح بمزاجه وبارادته، ومش هيقعد فيها اكتر من فتره معينه، ولو انتكس تاني ما بياخدهوش المره اللي بعديها على طول، وبيسيبوه فتره طويله قبل ما يرجع تاني يتعالج. يدوا فرصه لغيره بصراحه. بالظبط، عشان يدوا فرصه لغيره. طبعا هي الفكره في كده. فاحنا لازم اول مره تبقى اطول مره علاج، وادور على مستشفى انا هعرف ادفع فيها فلوس لو مستشفى خاصه اني اقعده فتره طويله مهما كانت الفتره دي قد ايه. يعني بعد الانتكاسه دي هي كده الام تعمل ايه؟ بتقول بس هي بتقفل، قالت اعمل ايه؟ فعايزه حد لازم التوجيه. يرجع مستشفى ولازم مستشفى يقعد تاني. ولازم يقعد فترات طويله عشان يتعالج. خدي بالك بقى بعض الناس عشان التكلفه الغاليه دي فبيروحوا مراكز غير مرخصه، بيديرها اكس اديكت اللي هو مدمن متعافي، ودي مشكله كبيره، دي غير مرخصه من وزاره الصحه. لا، دي فيها كوارث يا دكتور هنتكلم عليها دي. ودي اللي كذا حادثه قبل كده شفناهم، مات ناس في الاماكن دي لان هم بيعرفين علاج فيلا كده. طبعا بالظبط كده، فيلا بيأجروها وبيعملوها. معانا تليفون تاني، سهام الاليوبيه. الو يا سهام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا حبيبتي. ايوه، عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي يا دكتور، انا كان عندي بس سؤال، هو الحشيش ده فعلا ادمان ولا بتبقى فور فن مثلا تجاره او حاجه بس؟ ادمان طبعا، الحشيش ادمان، والحشيش من اكتر المواد لسه زي ما قايلين اللي بتقعد في الدم، بتقعد 40 يوم تقريبا، وليها مستقبلات في الحبل الشوكي وفي المخ اللي هي التي اتش سي ريسبتور، وبيعمل اعراض كتيره جدا من ضمنها انه بيأثر على المزاج بصوره سيئه جدا. يعني وانت شاربه الحشيش مزاجك كويس، اول ما يخلص التاثير مزاج زي الزفت. فهو بيعمل مود ديس اوردرز، وبيدخل في سايكوزس، وبيدخل كمان في متلازمه عدم وجود دافع اللي لسه قايلينها دلوقتي. فهو ادمان ادمان ادمان، مفيش حاجه اسمها مش ادمان. احنا بنقول القهوه ادمان، تصدقي؟ طيب دكتور، يعني بعد اعراض الانسحاب وتعالجنا وكل حاجه، هل في ناس ساعات بتسال يعني بتقول هل ده ممكن يدخله في مرحله اكتئاب؟ لان هو مثلا سايب، بيبقى عايز ان هو ينزل مع اصحابه اللي هو واخد عليهم واللي هو بيحبهم واللي هم كانوا السبب في الكارثه اللي هو فيها. اي نعم، بس احنا عايزين نبعده، فبيخش في مرحله الاكتئاب. هل مرحله الاكتئاب دي بنقدر احنا نعالجها في البيت، ولا برضه هيبقى من ورانا هيتصرف وهيروح يشوف صحابه ويرجع تاني؟ غالبا كل المدمنين لما بيبطلوا بيدخلوا في مرحله الاكتئاب، لان هو المخدرات كانت بتدي له مزاج كويس. فهو اول ما بتخلص فتره الانسحاب بيبقى فيه اكتئاب. فاحنا من الاول بنبقى كدكاتره مغطينه بده. فتره الانسحاب انا مش عايزه يحس بالام جسديه عشان ما يرجعش للمخدرات، فبدي له ادويه تمنع الالام الجسديه، ومش عايزه يحس بمشاكل في النوم او مشاكل في الشهيه، فبدي له ادويه تفتح شهيته وتخليه ينام ويبقى سيديتد اغلب الوقت، يعني نايم اغلب الوقت فمش حاسس باي الام في فتره الانسحاب. وبدي له مضاد اكتئاب عشان بعد ما تخلص فتره الانسحاب يحس ان مزاجه كويس مش وحش، فيجري فورا على المخدرات، لان دي احدى المشاكل انه بعد ما تخلص فتره الانسحاب يحس المزاج مكتئب فيرجع تاني يفكر انه عايز ياخد مخدرات. فلازم نبقى مغطيينه بمضاد اكتئاب. وفي بعض الادويه اللي بتخليه لو خد مخدر معاها يحس انه بطنه مقلوبه وعايز يرجع. ففي ادويه، بس دي مش في كل للاسف انواع المخدرات. في ادويه مع البودره بالذات بناخدها اقراص او بتبقى كبسوله بتتزرع تحت الجلد، بتخليه لو خد اي مخدر
وهو اي بودره شم بودره معاها يحس ان بطنه مقلوبه وانه تعبان ويحس باعراض انسحاب مش يحس انه منتشي بتاثير المخدر. فدي من الحاجات الكويسه قوي. بس للاسف المدمنين بقوا عارفين ازاي كمان, يعني في مدمنين اللي هم المخدرمين عارفين ازاي يتغلبوا على الحكايه دي. فانا ممكن اخرج ابني من المستشفى بعد اسبوعين ومش هعرف اقعده فتره اطول, فركب له الكبسوله اللي تحت الجلد دي تمام, بس يجي حد تاني اكثر خبره منه في الفساد يقول له ازاي تبوظ الكبسوله وتاثير الكبسوله. لكن الكبسوله دي ميزتها انها تحت الجلد ومزروعه, ولو خد معاها مخدرات بطنه توجعه ويتعب ويعرق وكانه بالظبط مش خد مخدرات. الدكاتره فاهمين ان هم هيموت فخايف ان هو يتعاطى وهي الكبسوله, وهي فعلا ممكن تموته. يعني هو لو خد مخدرات والكبسوله راكبه فعلا ممكن يموت. بس هو في ناس بقى بتعرف ازاي تبوظ تاثير الكبسوله, وفي ناس بتقوم قاطعه نفسها. جميل. تجيب مشرط وتقوم قاطعه ومطلعه الكبسوله مع انها تبقى مزروعه عميقه تحت العضلات وجراح اللي بيزرعها. بس شوف هو قد ايه عنده استعداد يتحمل الالم علشان المخدرات. جميل جدا. في مقولة بتقول بداخل كل بني آدم مدمن. إيه رأيك في المقولة دي؟ أو مستني السبب مدمن لشيء ما يعني, ومستني بقى السبب اللي يدفعه إن هو الإدمان ده يكبر عنده. طب خلينا نتفق إن الكلام ده صح فعلا, إحنا كلنا مدمنين بنسبة, يعني كلنا فعلا عندنا إدمان لحاجة معينة. ففي إدمان للعلاقات العاطفية حتى, يعني واحد بيحب مراته فهو مدمن لمراته ويحصل أعراض انسحاب لما بيبعد عن مراته. يعني الموضوع كبير. طبعا. وعشان كده تلاقي لو واحد بيحب مراته قوي ومراته ماتت بدا يحس باعراض انسحاب وبقى تعبان ودخل في مرحله اكتئاب واعراض انسحاب او اتطلقوا فهو مش قادر يعيش من غيرها او حبيبته سابته, لانه في ادمان وفي دوبامين بيطلع. احنا بنقول ان المشاعر عباره عن دوبامين ونور ابنفرين. فالدوبامين والنور ابنفرين دول بيطلعوا في لقطه الحب واحنا بنحب بعض كده ومع بعض. في دوبامين ونور ابنفرين عاليين جدا. لما ابدا اتعود عليكي وعلى وجودك في حياتي يطلع كمان هرمون اللي هو الاكسيتوسين. طب لما تبداي تبعدي عني الهرمونات دي تبدا تقل, فحس ان انا محتاج الهرمونات دي, والهرمونات دي هي برضو نفس المسؤوله عن ايه, عن الادمان. في مركز ريورد سنتر. يعني عشان كده حتى هو العلاقات العاطفيه هو فيها ادمان. حتى العلاقات العاطفيه, حتى العلاقات العاطفية فيها اي حاجه. فكلنا مدمنين. كلنا مدمنين. بس هي الفكره الادمان. انت مدمن يا دكتور. انت مدمنه. انا ساعات انا ساعات بحس ان انا وركحوليزم ده اللي هو الشخص المدمن شغل, يعني حتى الشغل بيتم ادمانه. فتلاقي انه الناس بتشتغل 24 ساعه وهو مش قادر يبطل, فهو مدمن شغل وتعبان وسعيد في نفس الوقت. بالظبط كده, تعبان وسعيد. وبعدين تقولي له سافر ولا بتاع ما يستمتعش بالسفر ولا حاجه, هو الشغل هو متعته الاساسيه. فده مدمن شغل. نشكرك يا دكتور جدا دكتور محمد حموده بجد. يعني احنا بنشكرك واكيد هيكون لنا حلقات ثانيه, لان الموضوع ده زي ما قلنا ما فيش بيت بيخلو منه, وعندنا نسبه كبيره من والحروب زي ما بنقول الجيل الرابع موجوده علينا وعلى كل الشعوب العربيه الحقيقه في الموضوع ده. فاحنا الموضوع ده هنفضل متابعينه, وهنتابع كمان في حلقات ثانيه الادمان بقى مختلف اشكاله الثانيه اللي هو ادمان البلاي ستيشن وادمان مش عارفه الاكل, ويعني هنعرف نتغلب ازاي على الحاجات دي كلها. نتكلم بقى في العلاقات العاطفيه, ادمان العلاقات العاطفيه عشان دي كانت حاجه جديده مع انها لطيفه النار. بس يعني بس اوكي نتكلم عن كل العلاج لكل انواع الادمان. نشكركم اعزائي المشاهدين, ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الخميس من 6 ل 7 باذن الله مع اسره جديده وبرنامجكم اللمه الحلوه.